السلام عليكم ورحمه الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى عندنا تحدي فظيع جدا، يعني ناويين ان شاء الله يعني نعمل عقاب، بس عقاب هيكون قاسي المره دي. احنا كل مره كنا بنستعبط شويه في العقاب، المره دي فعلا العقاب حاجه فظيعه جدا يعني جدا جدا، كارثه بمعنى الكلمه. اللي هيتعاقب هو اللي هيروح على المستشفى من الاخر كده. العقاب بتاعنا حاجه فظيعه جدا، مش هنقول لكم عليها دلوقتي. التحدي بتاعنا بقى يا بنات عباره عن ايه؟ عندنا كبسي وعندنا البندانه دي، طبعا اللي عليه الدور هيغمي عينه وايه، والتاني هيخليه يختار واحد كبسي ويدوقه ويقول بطعمه ايه. يلا بينا بقى مع بعض نشوف كده مين عليه الدور. انا نبدا بيك. ماشي يلا وريني. استنى عشان ما نغشش. لا ده هي بندانه شيفون، ما تستعبطش عليا. والله ما شايف منها حاجه. بص لي كده. لا طب بص لي بس. طب دول كام؟ دول كده كام؟ والله ما شايف. طيب اختار ايه؟ اختار لك واحد. يلا شجعوني بس، اهم حاجه في التحدي ده عشان اكسب. ها تنسوش اللايك يا بنات. ها يلا اختار لك واحد. وين ده طعم ايه؟ بسم الله. بصوا يا بنات شوفوا كده الطعم ايه. ايه الطعم ده؟ جبنة؟ خسر. أول حاجة ليا ده، لأن هو كده خسر. وطعم الملح، يا ما بحبش اللي بالملح. الدور عليا أنا، يلا بينا. ميدو يا بنات واقف ورا الكاميرا، استنى يا ميدو. دلوقتي بقى يا بنات الدور عليا وربنا يستر. انا ناويانا على العقاب بصراحه، بس يا رب ما تعاقبش انا في الاخر. اول دور خسرته. ها مش عارفه البسها. يلا بصراحه شايفها مش هينفع خالص. والله والله. طب بص عليا كده. كام دور؟ ما ايه دول؟ مش تختاري كيسة كده. لا ثواني. خلاص احب اتعامل مع صلاح حسين. يا رب ما تكونش اللي في بالي. بصوا كده يا بنات، بصوا كده يا شباب. شطه وليمون اثبتي على حاجه. يا جماعه في فيلم. لا يعني احنا الاثنين خسرانين. انت بتدور عليك. لا ده هي كده باينه اصلا. ده يا عم صدقني. يلا ناخد اللي بعده. يلا شايف حاجه ولا بصراحه؟ لا والله مش عارف. بتاع دي فظيعه، انا عيني وجعتني والله منها. يلا ايه ده، انت بدلت الكيس؟ شايف؟ لا والله ما شفته. بس والله اكيد شايف. لا والله بس انت لو حطيتيه كده ظهر. انت لو عملتيه كده بالراحه انا عايز من تاني. شكله شايف. والله ما شايف. بصي كده. طيب يلا خد لك واحد اهو يا بنات.
اختار كيس. اهو اختار كيس. لا انت كده بدلتيه تاني. وبعدين بقى اهو يا بنات الكيس اللي هو اختاره. انا ده غلبته. اختاره. كان نفسي فيه. شجعوني يا شباب. ها اعملوا له ديسلايك، ما تعملوش لايك. خد واحدة على قد بقك. بسم الله. يا عم ايه دي؟ لا ده بالجبنة. جبنة ايه بقى؟ جبنة عادية؟ لا جبنة متبلة. ايه؟ جبنة مغششك؟ لا. كسب أول نقطة. كسبت أول نقطة. كسب أول نقطة وبعدين بقى؟ دلوقتي بقى يا بنات الدور عليا. بيعد؟ اه. دلوقتي عمر كسب أول نقطة وأنا لسه زيرو. ما تعملوش لايك، اعملوا لي أنا لايك. لا أنا. دور عليا بقى يا بنات، هغمض عيني ويا رب نفسي في حاجة تانية غير الحاجات اللي هو بيجيبها لي دي أنا ما بحبهاش. بس على فكرة والله اللي كان بالليمون كان حامي. لا ماشي. ويمكن عشان أنا ما بحبش الشطة. بس ليه كده؟ بصراحة شايفة حاجة؟ والله أنا بغمض عيني أصلاً. كام دول؟ يلا خلاص كده كيسة. سيبك من الكيس المفتوحة دي. ها؟ ولا مالي ومالي مفتوحة دي كلها. اخترت واحد. بص يا بنات، بص يا شباب. شايفة الكيس؟ يا رب ما يطلعش حاجة مقرفة. طعم الملح اكيد خلوه ملح. حاجه واحده طعم ايه؟ ملح. 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 اه ملح عشان حادق جدا. هي كده كسبت. ايه 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 احسن قصاد واحد. يا نقطه. الدور عليا وانا اللي هكمل بقى. يلا اختار اهو. انا مش عارفه هو ده ايه بس هفتحه بايدي واكل منه انا لوحدي. شايفين يا بنات؟ سواء لا طب سواء سواء مرور البنات سواء يكذب عليا مرور البنات. بصوا كده يا بنات، بصوا كده يا شباب، شايفينه كده؟ بص النصب. نصب ايه؟ الله كم حلو ده. ده بالليمون. هو ده اللي بالليمون صح؟ ايوه هو ده اللي بالليمون. انا اتنين وهو واحدة. لا بس المفروض انا اكسب اتنين قصاد اتنين عشان انت بتدبدب المفتوح. انا مرتبانة. انت ليك بالطعم. لا ليك بالطعم مش بالكيس. تمام. وانت شايف انا اتنين وهو واحد عشان تبقوا عارفين. هي الفورة من كام؟ لا من اللي خ... ما خلص بقى. ها؟ فورة من كام؟ الدور عليه دلوقتي. الدور عليه انا؟ ايوه الدور عليك. ماشي. الدور عليه يا بنات دلوقتي. انا اتنين وهو واحد عشان تبقوا عارفين. يلا اختار لك كيكة. بصوا يعني الولاد حولوا الشفت اللي قدامنا كله اصلا. يلا نصيبك. شفت هيطلع طعم ايه؟ تذكرينا ولا انا ادوق ولا انت اللي تدوق؟ طعم ايه؟ ايه ده؟ مش طعم ده. ده واحدة كده تاني. بص من كتر ما بتاكل كتير ما بتحسش بالطعم. خد كده. لا اشرب دي اشرب. افتل الطعم. دي من ملح ده؟ الملح؟ هو ايه؟ ملح ده. الشيبسي ولا الكولا؟ الشيبسي.
ايوه بالملح صح كده. اتنين قصاد اتنين، يبقى احنا كده ايه متعادلين. الدور بقى اللي جاي عليا انا، اما نشوف بقى مين هيتعاقب. اما نشوف بقى يا بنات مين فينا اللي هيتعاقب. كان ميدو كان نايم يا جماعه واحنا صحيناه من النوم. هنشوف دلوقتي بقى، احنا كنا فضلنا الاثنين اثنين، هنشوف دلوقتي هيبقى كام. الدور عليا طبعا ان شاء الله. ريلاكس، ما تنسوش تعملوا لي لايكات كتير. لا انا، لا انا، لا انا، البنات تعملي لي لايك والولاد يعملوا هو لايك. لا انا عارف الشباب يلا، ما نشوف مين فيهم اللي هيشجعنا. والبنات لو هتشجعني ماشي. وانتوا في الكومنتات يا بنات عملتوا لايك لمين؟ شايفه حاجه كده؟ والله ابدا. يلا بالله عليك، اكل طعم حلو. انا تعبت من الاطعمه الثانيه دي. بصوا طبعا يا بنات انا اخترت الطعم ده، استنوا بس عشان اعرف ان هو هيعجبك. والله ما شايفاه، هو كده بالوش ولا بالظبط؟ لا بالوش كده. كده مظبوط؟ كده. طيب لا 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 زي ما انت بدلتي. لا 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 كده، لا كده، لا اهو يا بنات كده. ايه ده؟ طعم ايه؟ مش عارف طعم ايه؟ المره الاخيره اقول لك طعم ايه وانا كسبت. هي تقريبا جبنه مطبله، ان مش طعمها فيها حاجه ثانيه. طعم ايه؟ مره اخيره والكلمه النهائيه جبنه مطبله. صح. ايه لا بس هي المفروض ما تكسبش كده، عشان هي مسكت الكيسه وطلعت من نفسها، ولما انا لما بكسب اديها الكيسه بتبدلني الشيبس من بعض. لا خليك انت تطلع من نفسك. الدور عليه بقى، وانا ثلاثه وهو اثنين. يا رب يخسر. اختار يا بني، انت محتاج عزومه انت في بيتك. الشيبسي كله اتقلب يا بنات، معلش بقى. هو ده اللي اختاره بس كده، هو ده اللي انت اخترته، وده نكهه ليمون بالتتبيله. اصل دي طعم شطه وليمون. انا اللي كسبت يا بنات. يلا دلوقتي هنروح لمرحله العقاب، وانا اللي كسبت 3-2. العقاب بتاعه بقى هيكون شنيع. عقاب ايه بقى؟ ذبح. عقاب ايه؟ العقاب بتاعه ذبح ذبح ذبح. هقول لكم دلوقتي بقى العقاب ايه، ومحدش ملح. دلوقتي يا بنات انا عندي معلقه ملح. عمره يخسر. انا كنت شايله الملح مخبيه في مين. اهو اهو معلقه الملح بقى يا بنات. شايفين الملح؟ تجيبي برس. شايفين الملح؟ ها برضو تاني الموقف بيتكرر، الموقف بيعيد نفسه. شايفين كده الملح؟ حرام، انا مش هديله المعلقه دي كلها عشان دي كبيره قوي. هديلك كفايه عليك الشويه دول. افتح بقك. لا هتاكلهم. لا مش مره واحده. لا هتاكل. افتح بقك. ملح قصه في الليمون دي. افتح بقك. الاخبار ابدا ابدا. افتح بقك كده وريني، وريني الملح فين. سبت عليا، سبت عليا. ده العقاب بتاعك يا ابو ميدو. بلع بلع عشان ما يجرالكش حاجة. ملح. كان في عقابات تانية على فكرة، كان في كذا حاجة ممكن أعملها لك لو أنت استفدت. هي طالما عاقبتني بالملح، المرة الجاية تشوفه هيعمل فيا إيه؟ المرة الجاية هيدمعني. النهاية اتفرجوا عليها، هتفضلوا تضحكوا عليها. لا لا يا بنات انا عارفه هو قلبه طيب ان هيعاقبني. طبعا يا بنات ما تنسوناش بقى في لايك وشير وسبسكرايب. وايه تاني؟ تعليقات كتير 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 كتير. واكتبوا لنا في الكومنتات بقى، هتعملوا لنا تعملوا لي انا لايك ولا هتعملوا لعمر؟ لا عمر على طول معاكم. واستنونا في تحديات تانيه جديده كتير كتير كتير.
ماشي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تفعلوا جرس منه بيقول لكم.